دوز تعالوا نعمل حاجة سريعة للفطار. هنعمل فول بالبيض، نحط شوية زيت، بعدين هنزل عليهم بفلفل حراق وفلفل رومي ومعلقة ثوم مفروم، معلقة صغيرة كده، هقلبهم شوية، وبعدين أضيف الطماطم. عندي اهي طماطم مقطعة، قطعها وهنا هحط عصير يعني معلقة صغيرة قوي من الليمون في الحتة دي، يعني مش هحط ليمون في العادي، هحط هنا بس نقطتين يعني، بس مش كتير يعني، نص ليمون نص غنانة. هقلب بقى كويس، لما يبدأ بقى ايه الطماطم كده تفضل شوية معايا هحط معلقة صلصة، معلقة واحدة بس صغيرة برضه أو يا متوسطة. أهي الصلصة نحطها كده، ونحط شوية مية، شوية مية، هقلب كل ده كده مع بعضي، وهبدأ أنزل بالفول. أنا هستخدم الفول من كاليفورنيا جاردنز اللي هو المتقشر، وبالخلطة المصرية اللي هو ده. حطيت نص العلبة تقريبا وهديت النار، هبدأ أقلبهم كده الأول مع بعض كلهم، ونظبط بقى ايه ملح ونتفة كمون يعني حاجة بسيطة خالص، مش هحط كتير بقى ايه، نظبط الملح. بصوا الكمون اللي هحطه قد ايه، ولا حاجة ولا حاجة فعلا، بس هي بتفرق في الطعم شوية بسيطة بالنسبة لي أنا يعني. طب هعلي النار وبعدين هبدأ أحط البيض، أحط أنا هحط 2 على الكمية دي أو ممكن 3، هبدأ أحطهم واحدة واحدة كده. بس بقى دلوقتي هبدأ أغطيه، هغطي النار شوية وهبدأ أغطيه لحد ما البيض يستوي. بصوا بقى عشان قبل ما يوصل لمرحلة الاستواء الأخيرة للصفار بالذات، هقوم ايه عاملاه كده، شايفين لسه الصفار اهو مستويش، هقلب كله في بعضه وعلى نار هادية هسيبه يستوي، هدي النار كمان أكتر، هسيب البيض لحد ما يستوي خالص بس كده. تعالى بقى نغرف. يمي 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 يمي، شايفين تحفة يا جدعان، ريحته حلوة جدا جدا. هعمله جنب عيش وايه خيار، طبعا انا مش هاكل عيش، انا هاكله حايف كده مع الخيار او مع طبق سلطه. وبالهنا والشفا.